اليوم متواجدين في مربع ذهبي سيكون خالص بما انه سيلعب بملعب الباهيه وهران. شفنا مباراه في سيناريو عجيب لم يتصوره احد. ضربه جزاء في الدقيقه 90 كانت مستحقه، رغم انه الايفواريين احتجوا بشده على حكم اللقاء، وكانت كاينه كواليس بانه البعض منهم قال بان كان الحكم منحاز للمنتخب الوطني. شفنا بطاقه حمراء في كلا الجهتين. المهم الماجيك قال بالحرف الواحد العبره بالخواتيم. اليوم هدف، أربع مباريات متتالية نتيجة هدف دون رد، دون استقبال أي هدف. اليوم المنتخب الوطني في مباراة نصف نهائي، عليه أن يضبط أموره جيدا وأن يركز جيدا، لأنه القادم سيكون أصعب وأصعب. سنتعرف عن المنافس غدا بحول الله. مباراة نصف نهائي ستكون في ملعب آخر مع جمهور آخر بملعب ميلو هدفي بوهران. فنتمنى إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني في هذه المنافسة التي نتمنى أن تبقى جزائرية إن شاء الله بحول الله. المنتخب الوطني قولوها دون مجاملة يستحق تواجد في نصف النهائي، ويستحق حتى تواجد في النهائي، لأننا نسير المباريات مباراة بمباراة، وهذا ما يحدث. نتمنى التوفيق للخضر إن شاء الله.